بعض. القطر ماشي على سرعته عالي طبيعي، ولقينا مره واحده على باب السجن. ما نزلنا بصينا لقينا ان هو مخزن دخل على التخزين، مش عارف نفس الطريقه. هو ايه السبب ان هو مخزن؟ انا جبت على البلوك بقى، اللي يعرف السواق والبلوك. سواق البلوك هو مين البلوك ده بيعمل؟ البلوك ده اللي هو بيعمل التحويل يعني عامل التحويل. اسمه فني السكه الحديد احمد اسمه.